معايا عبر الهاتف الان ادواردو جورانجو او عبر زوم ادواردو جورانجو الصحفي السابق بكيت اس الاسبانيه وحاليا هو مدير تحرير جريده لازورن الاسبانيه وهو واحد من الصحفيين يعني اللي يعرف محمد صلاح جيدا او يعني المهتم باخبار محمد صلاح بشكل كبير جدا. ادوارد مساء الخير، مشرفني ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. أشكرك على هذا الترحيب، كل الشرف لي لتواجدي معكم اليوم. في رأيك ما يدور حول انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي، هل تتوقع انتقاله إلى الدوري السعودي أم الانتظار أو البقاء مع ليفربول لموسم آخر؟ لدي معلومتين. محامي صلاح صرح أن صلاح سيبقى في ليفربول، ولكن على جانب آخر سمعنا عن الوفد الذي وصل للتفاوض مع صلاح، ويتردد أن هذا الوفد عازم على إقناع صلاح بالانتقال إلى اتحاد جدة. دي معلومة النهاردة كمان نشرت عبر ديلي ميل الإنجليزية. هل تتصور أنه ممكن اتحاد جدة يوصل بالعرض ل 200 مليون يورو فعلا لشراء محمد صلاح؟ ولو وصل ل 200 مليون يورو هل تتوقع موافقة ليفربول على هذا العرض؟ موافقة ليفربول على هذا العرض فعلا؟ أنا أتحدث مع أصدقائي في السعودية، هناك ضغط كبير ورغبة كبيرة للحصول على صلاح كلاعب في الاتحاد، وهناك جهد كبير مبذول في هذا السياق، ولكن اللاعب وزملائه صرحوا أنه باق في ليفربول، ولكن من يعلم ماذا نسمع بعد ذلك، ربما ينتقل. ولكن الآن الخبر الرسمي الذي وصلني هو أن صلاح يريد البقاء في ليفربول، ولكن المفاوضات لم تنتهي بعد وهي مستمرة. في رأيك لماذا لم ينتقل محمد صلاح قبل تجديد تعاقده مع ليفربول لريال مدريد أو برشلونة في أسبانيا، علما وأنه من الدوريات اللي كان بيحبها محمد صلاح؟ يتحدث دائما عن عشقه وحبه لأحد الناديين سواء برشلونة أو ريال مدريد، لماذا لم يتفاوض برشلونة أو ريال مدريد لضم صلاح؟ في لقائي مع صلاح قال لي أنه لديه رغبة كبيرة في اللعب في مدريد أو برشلونة، ولكن الموقف الاقتصادي في برشلونة صعب ولا يسمح بتغطية تكلفة صلاح، وبالنسبة لريال مدريد كان الرهان أكثر على فينيسيوس. ولكن الانتقال صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة ربما يكون خيار، ولكنه غير متاح اقتصاديا.